الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد النبي العربي الصادق الأمين، وعلى آله وصحبه والتابعين. اللهم يا معلم إبراهيم علمنا، ويا مفهم سليمان فهمنا، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما يا رب العالمين. السادة المشاهدون والمستمعون، أبناء الطالبين وبنات الطالبات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وحياكم الله جميعا إلى هذا الدرس الجديد من دروس مادة الصرف للسنة الثالثة بالثانوية الدينية. بداية نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم إلى ما فيه الخير والنفع، وأن يعيننا على بقية أيام الشهر، وأن يوفقنا في هذه العشر، وأن يمن علينا بالتوفيق والنصر، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وبعد، فقد شرعنا في درس الأمس في باب جديد من أبواب الصرف المقررة على طلاب السنة الثالثة بالثانويات الدينية، وتكلمنا أمس على مقدمة هذا الباب بتعريف الوقف في اللغة وبيان دلالات ومعاني هذه الكلمة، ثم تكلمنا عن تعريفه الاصطلاحي وشرحنا التعريف وهو تعريف مختصر، ثم انتقلنا بعد ذلك إلى بيان أقسام الوقف في عمومها، سواء التي تستعمل في اللغة أو التي تختص بالقرآن الكريم أو التي تشترك بينهما. وعلمنا أن الذي من الأنواع الأربعة اللي هي الاضطراري والانتظاري والاختباري والاختياري، أن الذي يهمنا في هذا الباب، باب الوقف في علم الصرف، هو القسم الرابع، وهو الوقف الاختياري. وقلنا إن هذا الوقف يعني من اسمه أو من عنوانه واضح أنه يعني يلجأ إليه المتكلم أو المتحدث بإرادته دون سبب أو ضرورة تلجئان إلى ذلك، يعني هو يختار الكلمة التي يريد أن يقف عليها. ومن ثم لما كان ذلك الوقف أو نعم الوقف أو قطع الكلام هنا باختيار المتحدث أو المتكلم، لزم أن يعرف حكم الوقف على تلك الكلمة، لأن أواخر الكلمات تختلف، منها ما هو فيه حرف عليل قد يكون ياء فيكون من الناقص أو الاسم المنقوص، أو ألف مقصورة فيكون من أو معتل الآخر بالألف فيكون من المقصور أو يعني الناقص في الأفعال والمقصور في الأسماء، أو قد يكون آخر حرف صحيح كاف تاء دال نون عين، أو يكون آخر يعني تاء التأنيث، قد تكون التي تتصل بالأسماء أو التي تتصل بالأفعال، قد يكون كامل الكلمة مش محذوف منه شيء، الكلمة باقية كما هي، وقد تكون الكلمة محذوفة الآخر، محذوفة الآخر لإما لأصلها في يعني في لبنائها أو لإعرابها كونها مجزومة مثلا في الأفعال، أو يعني حذف منها الحرف اعتباطا كبعض الكلمات لم يكن الحذف لعلة، أو يعني غيرها من صور التغيير الآخر، أو لاجتماع مثلا يعني سواكن أو غيرها. وقد تكون يعني الكلمة المعربة يعني بحركة بعيدة عن التنوين، وقد تكون منونة. على كل حال، هذه الصور وهذه الأحوال هي التي يعنى بها هذا الباب. وقلنا هذا الوقف لما نتكلم عليه هنا فإننا نقصد به الوقف الصوتي، يعني الوقف الصوتي وليس الوقف القرآني. اتكي له أحكام مستقلة وله يعني فيه مؤلفات وله يعني أحكامه ومسائله وأبوابه التي كتب فيها المتخصصون من علماء القراءات وعلماء الوقف والابتداء. لكن هنا حديثنا على الوقف الصوتي الذي يعني يلزم
المتحدث أو المتكلم أن يعرف كيفية الوقف على آخر الكلمة، حتى ولو كان الوقف اضطراري كما أشرنا في أمس في درس الأمس، فإنه يلزمه أن يعرف الحكم في الوقف على آخر هذه الكلمة. هل يقف مثلا بالتنوير المفتوح بالألف؟ هل إذا كان الآخر مرفوع يعني بضمة وغير منون كيف يقف عليه؟ إذا كان منقوصا، إذا كان مقصورا، إذا كان أصلا منقوصا حذف منه شيء، إذا كان منقوصا ولم يحذف منه شيء. هذه الأشياء هي التي إن شاء الله حنتكلم عليها اليوم كما هو يعني موضح في اللوحة في ذكرنا ليش لأحكام الوقف وصورة لأن عددناها السبعة والتي ذكرها صاحب الكتاب في مجموعة نقاط ابتداء من صفحة 169 ونهاية بصفحة 171، وهو يعني ذكر كما أشرنا في درس الأمس، ذكر هذا الباب باختصار، لم يعرفه لغة واصطلاحا، ولم يذكر أقسام الوقف، ولم يذكر أنواع الوقف الاختياري اللي هو نتكلم عليه الآن، وذكر المسائل والأحكام بطريقة موجزة جدا يعرفها الطالب المبتدئ وعفوا ويفهم هذه الأحكام وكيفية الوقف دون اللجوء إلى كثرة التفاصيل التي يمكن أن يدرسها في مراحل علمية متقدمة متخصصة في اللغة العربية مثلا في الجامعة أو في الدراسات العليا. بدأنا أمس بأحكام الوقف وأهم التغييرات التي تحدث به، يعني احنا لما تكلمنا قلنا إن الصور الوقف ذكر العلماء أنها ثمانية وأضاف بعضهم حكما آخر فصارت تسعة، يعني هي تدور بين الثمانية والتسعة، جمع الثمانية أحدهم في قوله زيادة حذف إسكان ونقل كذا تضعيف والنون والإشمام والبدل، فهذه الأنواع ثمانية، الزيادة اللي هو زيادة حرف أو غيره كما سيأتي في هاء السكت، والحذف كما هو الحال في بعض الكلمات كحذف التنوين وحذف هاء الضمير هاء الصلة، وكذلك الإسكان إسكان المتحرك، والنقل نقل حركة الآخر إلى ما قبله وتسكين الآخر، كذا التضعيف الوقف على آخر الكلمة بدل ما تقول أحد متى تقول أحد، كذلك النون اللي هو التنوين، كذلك الإشمام، كذلك البدل اللي هو إبدال حرف بحرف آخر حرف بحرف آخر، وهناك من جعلها تسعة قلنا بزيادة الروم وهذه تكلم على حركة الشفتين. هذه الأحوال أو هذه الأنواع أو الصور الثمانية أو التسعة هي التي عليها مدار الوقف الصوتي في لغة العرب، لا تخرج الأحوال وأحكام وصور الوقف عن هذه الثمانية أو التسعة، لكنها تختلف من كلمة إلى أخرى باختلاف أواخر هذه الكلمات، إذن هي موجودة تختلف باختلاف أواخر الكلمات، يعني مش لا تجتمع جميعها في كلمة واحدة تجد ولا تختص كل واحدة منها بكلمة، وإنما كل كلمة لها حكم يجتمع يعني يعرف به أو يعرف كيف يقف أو كيف يوقف على آخرها من خلاله. نعم، احنا بدأنا أمس بالحكم الأول، قلنا إنه حال الوقف على اللفظ فينظر في هذا الوقف فيها في هذا اللفظ. احنا شو قلنا؟ قلنا يا جماعة راهو التركيز على آخر الكلمة، آخر الكلمة هو الذي خيره هو الذي يعني يقيدنا بمعرفة الحكم أو الصورة التي تستلزم الوقف عليه. يعني هنا يعني لو جئنا لكلمة نظرنا وجدنا آخرها ساكن، هذا الساكن قد يكون سكونه أصليا كالمبنيات، كيف المبنيات؟ من الأسماء مثلا من، ومن الحروف قد ومن وبل وهل، ومن الأفعال فعل الأمر مبني الآخر اذهب اجلس إذا كان صحيح الآخر شرط هنا، أو كان معربا لكنه جزم الآخر سكن آخره كمثلا الفعل المضارع عندما تدخل عليه أداة من أدوات الجزم، هذا وصلا ووقفا خيرا يسكن، لم يكتب علي لم يكتب علي بهذه الكيفية. هنا
إذا كان ساكن الآخر سواء أكان سكونه أصليا أو كان عارضا أو كان سكونه للإعراب كحال الجزم في المضارع أو للبناء كما هو في الحروف وبعض الأسماء وبعض للمبنيات وبعض الأفعال، كيف أنه يوقف عليه؟ ترى أنه يوقف عليه بالسكون، صار حالة وقفه كحالة وصله، ما في ما تختلفش. خلينا نطلع على السبورة غادي بش تكلموا بصورة أوضح ونأخذ الأمثلة، كل واحد يتابع معايا اللي هي الفقرة الأولى كل واحد يتابعها نهاية الصفحة 169، خلينا نقروها بعدين نتكلموا عليها. قال حين الوقف على اللفظ إن كان ساكن الآخر بقي على سكونه معربا كان أو مبنيا نحو لم يكن وبل ومن، وإن كان متحركا سكن كالدرس والبيت. خلينا نتناولها النقطة دي. احنا الآن عندنا الوقف على الساكن وعلى المتحرك في آخر الكلمة. عندما نأتي إلى الساكن قلنا إما أن يكون سكونه أصليا كما هو الحال في مثلا الحروف الساكنة بل أو الأسماء الساكنة من أو الأفعال الساكنة لأنها مبنية على السكون، هذين كل خيرهن مبنيات على السكون، مبنيات على السكون في الآخر، هذين حالتهن حالة بناء ملازمات للبناء. أو كان معربا لكنه جزم الآخر فسكن إذا كان صحيحا لم يكتب بهذه الكيفية. هذه الصور متى كان الآخر ساكنا ها بل من عفوا بل من اذهب قد لم يكتب لم يجلس فإننا نقف عليها بالسكون، نقف عليها نقول بل من من اذهب اجلس لم يكتب لم يخرج وهكذا. هو إذا كان حال الوصل بالسكون باب أولى حال الوقف يكون بإيش؟ بالسكون. هذا نوع أو هذا النوع. النوع الثاني ما كان متحرك الآخر لكنه غير معتل، غير معتل. كيف شنو؟ كيف مثلا أكتب الدرس في البيت. لاحظوا هنا أن هذه الجملة جاءتنا بإيش؟ بالحركات الثلاثة، الضمة في أكتب فعل مضارع مرفوع لتجرده من الناصب والجازم، والفاعل ضمير مستتر وجوبا تقديره أنا، والدرسة اللي هي الفتحة علامة نصب المفعول به، في البيت علامة جر الكلمة. هذه الكلمات لو أردت أن أقف على كل كلمة منها فإنني سأقف على آخرها بالسكون، أقول أكتب بدل من أكتب، والدرس لما نقف عليها نقول الدرس، في البيت نقول في البيت. إذن هنا هذا المقصود بالوقف على الساكن والمتحرك الآخر. إذا كان ساكنا أصلا سواء كان معربا أو مبنيا سكونه أي موجود موجود، يعني إما أصل الكلمة مبني كما هو في المبنيات من الأسماء والأفعال والحروف كلها مبنية بنيت هنا على السكون، أو كان فعلا مضارعا مجزوم الآخر بأداة من أدوات الجزم فإنه ملازم للسكون، المهم آخر ساكن. إحنا يهمنا الآن لسنا في موضوع نحو نتكلم فيه على المبني والمعرب ونوع البناء وغيره، وإنما نتكلم عن كلمة آخرها ساكن سكونها إما جاء أصلا كما قلنا بالبناء أو جاء نتيجة لدخول جازم عليه كما هو في الفعل المضارع. ففي هذه الحالة كما نصلها بالسكون فإننا نقف عليها بالسكون، لكن إذا كان الاسم أو الكلمة أو يعني الكلمة اسم والله 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 فعل والله حتى حرف فإننا في هذه الحال اسم والله فعل والحرف فإننا إذا كان آخرها إذا كان آخرها متحركا غير منون فإننا كذلك نلحقها بالقسم الأول فنقف على الجميع بإيش؟ بالسكون. إذن الوقف هنا على هذه يكون بإيش؟ بالسكون. هذا وين؟ في حال الوقف عليها، في حال الوقف عليها. فهمناها تو النقطة الأولى التي ذكرها في ايش؟ في الكتاب، لأنه ختمها بقوله وإن كان متحركا سكن كالدرس والبيت. هنا جبنا لكم مثال للعلامات الثلاثة
اللي هي الضمة والفتحة والكسرة، وعلى ذلك يمكن أن يقاس بهذه الصورة. إذا هنا ساكنة أصلا نوقف عليها بالسكون، متحركة عند الوقف على أي كلمة منها وهي متحركة، أو عند الاختبار بالوقف عليها فإننا نكتب بها بالسكون. بدل ما نقول أكتب الدرس في البيت لبيان الحركة، أو أكتب الدرس في البيت آخر الكلام، لو أردت أن أقف على كل كلمة منها التي فيها حركات في آخرها أقول أكتب الدرس في البيت هكذا. فهذه الضمة يحل محلها عند الوقف السكون، يحل محلها السكون. إن شاء الله يكون واضح النوع الأول هو اللي هو الوقف على الساكن والمتحرك بالسكون. نأتي بعد ذلك إلى النقطة الثانية أو الحكم الثاني. ماذا تكلم هنا؟ قال يحذف التنوين. الآن انتقل إلى نوع آخر اللي هو الوقف على المنون رفعا ونصبا وجرا. التنوين هو يعكس حركة الإعراب، وله أنواع وله أحكام قريتها في النحو، لكن احنا ما يهمنا هنا أنه يكون مع الفتحة ويكون مع الضمة ويكون مع الكسرة. إذن عندنا ثلاث أنواع منين؟ من التنوين. ولهذا قلنا الوقف على المنون في حالة الرفع والجر والنصب. طبيعي حالة النصب دي حالة مستقلة، هذين بروحها نزوز وهذي بروحها. خلينا أن استغلوا اللوحة بيش نمحو الكلام هذا وأن نوضحوها بالأمثلة، لأن فيها شوية تفصيل. يستدعي منكم الانتباه شوية في قضية الاسم، أو في قضية الاسم المنون، قضية الاسم المنون. هذا تكلمنا عليه، نقول هنا نحو لم ومن واذهب ولم يكتب والمتحرك كيف أكتب الدرس في البيت، أكتب الدرس في البيت بهذه الصورة. به نجول الثاني تكلمنا عليه، الوقف على المنون رفعا ونصبا وجرا. هنا قال يحذف التنوين في الرفع والجر ويقلب ألفا في النصب، كهذا بيت ونظرت إلى بيت ورأيت بيتا. إذا نحن التنوين لا يخرج عن ثلاثة، هذا كتاب تنوين بالضم، وقرأت كتابا تنوين بالفتحة، خلوكم معايا هنا، ونظرت في كتاب. إذا صور التنوين الثلاثة جاءت رفعا ونصبا وجرا، حالتان متلازمتان لأن حالة الرفع هي هذا كتاب هذا بيت، وحالة الجر نظرت في كتاب جلست في بيت ونحوها. هنا خلوكم معايا، هنا لما نقف على كلمة كتاب المرفوعة المنونة وما شبهها، كلمة بيت المرفوعة المنونة أو يعني قصدي منونة المرفوعة أو المنونة المجرورة، فإننا نحذف التنوين ونقف خيرا ونقف بالسكون. إذا هنا معنى حذف الآن، فنقول هذا كتاب ونظرت في كتاب وجلست في بيت وهذا بيت بهذه الكيفية، نقف عليها بإيش؟ بالسكون، بهذه الكيفية نقف عليها بالسكون. هذا التنوين وين؟ في حالتي الرفع والجر. هنا ماذا نعمل عندما نريد الوقف؟ نحذف التنوين ويحل محله شنو هو؟ السكون. تقول هذا كتاب هذا بيت هذا محمد، وفي حالة الجر نقول جلست في بيت ونظرت في كتاب ومررت بمحمد. هذه الثلاثة عند الوقف عليها نقف بيش بالسكون، نقول جلست في بيت
ونظرت في كتاب ومررت بمحمد بهذه الكيفية، بهذه الكيفية. إذن هذين حالتي، هذا الوقف على المنون في حالتي الرفع كيف هنا والجر. نجول حالة النصب، حالة النصب هنا حالة مستقلة، حالة فريدة بروحها. قال: أما المنون في حال النصب هنا في قلب، شو بنديروا؟ لا تو بدري المنون في حالتي النصب، عفوا الرفع والجر، حذفنا التنوين واجتنبنا السكون. هنا نقلب التنوين ألفا، فنقول مثلا قرأت كتابا، كيف نقف عليها؟ نقول قرأت كتابا، قابلت صديقا، زرت محمدا، اشتريت بيتا، بهذه الكيفية. ها مثلا قرأت كتابا، قابلت صديقا، ماشي، زرت خالدا. هنا التنوين نقلبه فتحة واحدة هكذا، قرأت كتابا، قابلت صديقا، زرت خالدا، بهذه الكيفية. إذن الاسم المنون، الاسم المنون إذا كان في حالة رفع أو جر نحذف التنوين ونأتي بيش بالسكون، هذا كتاب وقرأت في كتاب. أما إذا كان منصوبا فإننا نقلب التنوين ألفا ونقف عليه بالألف، قرأت كتابا نقول قرأت كتابا. هذا هو المشهور من لغة العربي في هذه الحالة، في هذه الحالة اللي هي حالة التنوين. لكن ورد عن العربي لغتان أخريان في الوقف على المنون، خلينا نتكلم عليهن بشيء من عندنا. الآن في لغة العرب حالتان أو لغتان أو لهجتان بالأحرى هما، لكن إطلاق اللغة المراد به إطلاق اللهجة. طيب هذا هو الشائع وهذا المشهور في اللغة الفصحى المستعملة، وبها نزل القرآن واستعملتها العرب كثيرا في أشعارهم وكلامهم، وجاء في الأحاديث وفي كلام العرب الفصحاء. لكن ورد قلنا لغتان في الوقف على المنون، ما هو ما هما هاتان اللغتان أو ما هاتان اللغتان؟ نقول اللغة الأولى هي لغة حذف التنوين في الجميع، حذف هي لغة حذف التنوين في الجميع والوقوف شنو على آخر الكلمة بالسكون. عندما نقول مثلا عندما نقول هذا كتاب، ماشي، وقرأت كتابا، ونظرت في كتاب. هنا بعض العربي يحذف التنوين من الكل ويقف عليه بالسكون، فيقول هذا كتاب، هذه موافقة للغة الأولى، وهنا يقول نظرت في كتاب، موافقة للغة المشهورة. لكن لما يجي في المنصوب هنا الفارق بينهم، ماذا يقول؟ قرأت كتاب، يعامل حاء التنوين بالنصب معاملة التنوين رفعا وجرا. وهذه اللغة تنسب إلى قبيلة ربيعة، ونحن نستعمل فيها. نقول لك مثلا يعني لقيت محمد، لقيت محمد يعني لقيته محمدا، ومثلا اشتريت بيت، اشتريت بيت، هي أصلا اشتريت بيتا، فتستعمل هذه، وهي لغة مسموعة عن العرب ويستعملها يعني هؤلاء اللي هم بنو ربيعة، فيقفون على المنون في جميع أحواله بيش بالسكون، سواء كان منصوبا، سواء كان مرفوعا أو مجرورا كلغة عامة العرب، أو كان منصوبا فيخالفون فيه هنا. إذن وجه المخالفة بينه وبين اللغة المشهورة هو في حال النصب. اللغة الثالثة هي لغة الأزدي، هذه لغة الأزد بعكس هديما، قالوا نقف على الجميع، بيشترى نقف على الجميع بإبدال التنوين حرف مد من جنس حركته. لو جينا مثلا للأمثلة اللي معانا هنا على السبورة،
نعدوا السبوره سريعا هيك مش نعرفوا كيف لغه الازد. قالوا لا احنا نخالفوا ربيعه. ليش؟ قالوا لا احنا بروحهم احنا بروحنا. وليش تقولوا؟ قالوا مثلا قولوا في هذا كتاب وقرات كتابا ونظرت في كتاب. قالوا كلهن نوقف عليهن بابدال التنوين حرف مد من جنس حركته، فيقولون هذا كتاب، كتاب وقرأت كتابا، هذا وافقوا فيه اللغة الأم، ونظرت في كتابي بهذه الكيفية. هذه لغة الأزد، لغة أو لهجة الأزد، وهم بطون من بطون العرب. لكن المشهور هو ما تكلمنا عليه من بدري، أنه يوقف على المرفوع والمجرور بيش ها؟ يوقف عليه بحذف التنوين واجتلاب السكون. هذا كتاب ونظرت في كتاب. وأما المنون بالنصب فإنهم يبدلون التنوين ألفا ويقفون عليه بالألف فيقولون قرأت كتابا. هذا هو النوع الثاني. نمر على الأخرى سريعا. خلينا ننتقل إلى القسم الثالث، الوقف على الاسم المنقوص بتنوع الإعراب. الاسم المنقوص مدام هو اسم معرب وهو اسم فيتنوع آخره بتنوع موضعه فيش أو إعراب آخره أو حركة آخره بتنوع موضعه فيش في الجملة. الوقف على الاسم المنقوص بتنوع حالات الإعراب. خلينا نقرأ ماذا قال صاحب الكتاب وبعد ذلك نوضحه. قال يجب إثبات ياء المنقوص إذا كان منصوبا منونا أو غير منون، نحو إننا سمعنا مناديا ورأيت المنادي. فإن كان مرفوعا أو مجرورا جاز إثبات يائه وحذفها، نحو هذا النادي أو الناد، ولكل قوم هادي أو هاد، غير أن الأكثر هنا تفريق. إذا كان معرفا أن تثبت الياء، وإذا كان منكرا أن تحذف الياء. إذن هنا الاسم المنقوص يجب إثبات الياء. الآن عندنا اسم منقوص حالتين، إما منون أو غير منون، إما منون أو غير منون. المنون هنا له ثلاث أحوال، تنوين بالنصب وتنوين بالجر وتنوين بإيش؟ بالرفع. يعني تنوين بالفتح وتنوين بالضم وتنوين بالكسر. ماشي، خلينا نوضحها هيك بالطريقة هذه. فإن كان منونا بالفتحة فإن ياءه تبقى، تقول رأيت داعية. هنا يأخذ حكم المنصوب في الصحيح الآخر المنون. كيف رأيت طالبة؟ نفسها بالضبط هنا داعية، نبدل التنوين ألفا. أما إذا كان التنوين بالضم أو بالكسر فإننا في هذه الحالة، متى كان منونا، إذا كان منونا فإننا في هذه الحالة نحذف آخره، فنقول ها هذا داع، داع نقول عند الوقف عليه هذا داع. ومررت بقاض، لما نوقف عليه نقول بقاض، وهذه هي اللغة الأكثر. به لما نجي للمنصوب ننظر له، لما نجي غير المنون فإنه إن كان معرفا فإننا نبقي آخره، ما نحذفهاش التاء، نقول جاء القاضي. معروف أنه معرب مرفوع بالضمة المقدرة على آخره منع من ظهورها الثقل. ورأيت القاضي ومررت بالقاضي، في هذه الأحوال نقف عليه بإثبات يائه. أما إذا كان منونا
فإن ياء في الأغلب تثبت في حال النصب بالفتحة وتسقط أو تحذف في حالتي الرفع والجر. ومن ثم قال يجب إثبات ياء المنقوص إذا كان منصوبا منونا أو غير منون. الآن عندنا حالة النصب سواء كان منونا أو غير منون، مثلا رأيت الساعي، هنا الياء تبقى. الفارق بينهما أن هذا يوقف عليه بإبدال التنوين ألفا، حاله حال المنون الصحيح الآخر، وأما المعرف بأل أو غيره فإنه يوقف عليه بإيش؟ بإثبات الياء، لكنه يوقف عليه بالسكون به. ومن ذلك قوله تعالى ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان، فإننا لو وقفنا على كلمة مناديا فإننا سنقول سمعنا مناديا بهذه الكيفية، وهو مثل به هنا ورأيت النادي. فإن كان مرفوعا أو مجرورا جاز إثبات يائه وحذفها نحو هذا النادي أو النادي. الآن جئنا للمعرف، جئنا ليش للمعرف أو يعني جئنا لي في حالة الرفع والجر، تقول مررت بالقاضي، توقف عليها بالياء، أو بقاض. بقاض هنا يجوز فيها وجهين، تقول بقاض وتقول بقاضي، وهذا النادي وهذا نادي. فما كان معرفا يجوز فيه إبقاء الياء في حالتي الرفع والجر، ما كان معرفا بأل يجوز في يائه في حالتي الرفع والجر الإبقاء والحذف، والحذف والإبقاء أولى. تقول جاء القاضي وجاء قاض، فلك أن تقول جاء القاض وجاء قاض، ولك أن تبقي الياء فتقول جاء القاضي وجاء قاضي. وكذلك في حالة الجر تقول مررت بالقاضي ومررت بقاضي، ولك أن تحذف الياء فتقول مررت بالقاض ومررت بقاض بهذه الكيفية. نعم بارك الله فيك. نعم في هذه الحالة، في هذه الحالة يعني يجوز فيه الوجهان، لكن ما نود أن نشير إليه هو أنه في حالتي الرفع والجر إذا كان معرفا بأل فالأفصح والأكثر إبقاء هو إبقاء الياء، وإذا كان منكرا هو حذف الياء. وجاء في القرآن الكريم لكل قوم ولكل قوم هاد، هكذا. وجاء فيه كذلك الكبير المتعال، ها جاز فيه الاثنين على كل حال. المهم الاسم المنقوص هو يعني له أحوال، إذا كان إذا كان منصوبا بقيت ياؤه سواء كان معرفا أو غير معرف، إلا أن يعني إذا كان منونا أو غير منون، إلا أنه إذا كان منونا أبدلت تنوينه ياء يعني ألفا، فيقول تقول رأيت الداعي في حال التعريف، في حال التنكير رأيت داعيا. وإذا كان منصوبا أو يعني إذا كان مجرورا أو مرفوعا فإنه يجوز لك أن تبقي الياء أو تحذفها في الحالتين، وإن كان إبقاؤها هو الأفصح مع المعرف وحذفها هو الأولى مع المنكر به. ننتقل بعد ذلك إلى الاسم المقصور اللي هو الثالث، ها وده مش هياخذ معنا وقت كثير. الاسم المقصور هو ده يعني ما كان آخره ألف لازمة قبلها فتحة، عصى، فتى، هدى، نحو ذلك. هنا في هذه الحال خلينا ناخذ أمثلة سريعة باش ما نطولوش. هذا الاسم المقصور هذا دائما يوقف عليه أو تثبت ألفه دائما، تقول هذه ها هذه عصا وأخذت عصا وضربت بعصا، ما فيهاش شيء. هذا عبارة عن الألف حال الوصل حال الوقف، هذه عصا وضربت وأخذت عصا وضربت بعصا بهذه الكيفية. وأشار إليها باختصار بقوله
وتثبت ألف المقصور في جميع الأحوال كهذه عصا وأمسكت عصا ونظرت إلى عصا. إذن هذا هو النوع الرابع. ننتقل إلى النوع الخامس سريعا مش حتى الوقت ما يداهمناش. بارك الله فيك وخليكم معي. هنا هنا الوقف على هاء الضمير المضمومة أو المكسورة. ما هي هاء الضمير؟ ماذا قال عنها صاحب الكتاب؟ قال يحذف إشباع هاء الضمير مضمومة أو مكسورة كرأيته وأكرمته واهتممت به ونظرت إليه. أما إذا كانت مفتوحة كرأيتها وأكرمتها فلا حذف، فلا حذف. هاء الضمير، هاء الضمير هي الهاء التي يكنى بها عن الواحد الغائب سواء كان مذكرا أو مؤنثا. تقول هذه يعني ضربته كلمته، ضربتها كلمتها. وهذه الياء أو هذه الهاء تسمى هاء الضمير، وهي إما أن تكون مرفوعة وإما يعني أن تكون مبنية على الضم أو على الكسر أو على الفتح، ويسمونها هاء الكناية. قالوا وحقها البناء على الضم، وقد تكسر لوقوع كسرة أو ياء قبلها، وحتى مع الكسر أحيانا قد تبنى على الضم على الأصل، وبه قرأ في قوله تعالى فخسفنا به وبداره الأرض وما أنسانيه إلا الشيطان. قراءات صحيحة لأنهم نظروا إلى الهاء على الأصل، ومن أوفى بما عاهد عليه الله، ومن أوفى بما عاهد عليه الله فسيؤتيه أجرا عظيما. هنا هاء الضمير إذا وقفت عليها فإنها متى كانت مبنية على الضم أو الكسر حذفت صلتها. تقول مررت به وبأخيه وكلمته وأخاه، هنا في حال الوصل، لكن لما الوقف تقول كلمته ومررت به ونظرت إليه وناقشته بهذه الكيفية، بهذه الكيفية. لكن هذا أمتى؟ في حالتي الهاء المبنية على الضمة أو المبنية على الكسرة، هي المكسورة أو المضمومة. أما إذا كانت مفتوحة وهي هاء المؤنثة، كيف كلمتها وناقشتها وذهبت إليها ونحوها، فإنه لا يجوز حذف هذه الألف اللي هي الصلة بتاعها، تبقى كما هي، إليها ناقشتها بهذه الصورة. إذن هذه هاء الضمير. ننتقل إلى ما قبل الأخير اللي هو الوقف على تاء التأنيث. إحنا تاء التأنيث هي التاء الدالة على التأنيث، إما أن تكون في أفعال قامت جلست خرجت، أو تكون متصلة بآخر الاسم، أو إما أن يكون مؤنث حقيقي لفظا ومعنى كفاطمة وخديجة وسمية ونحوها من هذه الأسماء، وإما أن يكون مؤنث لفظي كفعطية وحمزة وطلحة ونحوها. إحنا الآن اللي يهمنا هو كيف نقف على هاء التأنيث. هذه الهاء على الآتي، خلينا نشوف صاحب الكتاب ماذا قال عليها باش نفصل القول فيها. قال يوقف على تاء التأنيث بالتاء إن كانت متصلة بحرف كربت وثمت. لاحظوا أنا ربت وثمت، رب وثم، أو بفعل كقامت أو باسم وقبلها ساكن صحيح كأخت وبنت. هنا في هذه الحالة هي تاء ساكنة ترسم مفتوحة، ها ربت، وفي الأفعال قلنا إما في الأسماء أو في الأفعال كيف قامت، هذه في الحروف ربت، الأفعال قامت، الأسماء كيف مثلا عندنا اللي هي بنت وأخت، أخت وبنت. فهذه لما كانت ساكنة فإنها يوقف عليها بالسكون، تقول ربت وثمت وثمت في الأسماء، ثم لأن اسم، وقامت وجلست في الأفعال، وأخت وبنت وثمت في الأسماء، وربت وثمت فيش في الحروف. نعم. قالوا هنا أما إذا سبقتها حركة نحو فاطمة وأتكلم عليها هنا، قال وجاز إبقاؤها وإبدالها هاء إن كان قبلها حركة نحو ثمرة فاطمة عائشة. هنا هناك من يجيز وهو الأفصح والأكثر اللي هو الوقف عليها بالهاء، تقول فاطمة ثمرة مدرسة محاضرة سيارة. وهناك من يجيز الوقف عليها بيش بالتاء، فيقول فاطمة وعائشة ومحاضرة وثمرة، هكذا، إما بإبدالها هاء هنا الإبدال، وإما أن تبقى على حالها، وإن كان الأكثر هو إبدالها هاء، فتقول في فاطمة وخديجة وشجرة وسيارة، الوقف عليها بالهاء. نعم.
نقول هنا يوقف على تاء التأنيث بالتاء متى اتصلت بحرف النحو ربت وثمت أو بفعل النحو قامت وجلست أو باسم بشرط أن تسبق بحركة بساكن النحو أخت وبنت. أما إذا سبقتها حركة نحو فاطمة وثمرة أو ساكن عليل نحو صلاة ونجاة ومسلمات وعرفات فإن اللغة المشهورة أن يوقف عليها بالهاء فيقال فاطمة ثمرة صلاة نجاة. ويجوز عند بعض العرب أن يوقف عليها بالتاء فيقال فاطمة وشجرة وثمرة. نعم وبهما قرئ في القرآن الكريم. لكن الأرجح فيما كان جمع مؤنث سالم كمسلمات أو الملحق به كعرفات أو ما سمي به كفيهات أن يوقف عليها بيش بالتاء. تقول مسلمات سواء كانت مرفوعة أو منصوبة أو مجرورة وعرفات الوقف عليها بالتاء فيقال مسلمات وعرفات. ويجوز الوقف بإبدال التاء هاء فيقال مسلماه وعرفاه. ومنه قولهم دفن البناه من المكرمات أصلا دفن البنات من المكرمات. وقرأ الكسائي والبزي هيهاه هيهاه لما توعدون أصلا هيهات هيهات لما توعدون. آخر شيء هو الوقف باجتلاب هاء السكت. هاء السكت هي الهاء الساكنة الزائدة التي تلحق آخر الكلمة لبيان حركة الكلمة خيرها لبيان حركة الكلمة وصيانة هذه الحركة من الحذف. يعني كلمة مرات تضعف تبقى على حرف واحد لما نجي لفعل الأمر من وعى ووقى نقول عي وقي هنا يضعف الفعل يبقى على حرف واحد على عصر واحد فيؤتى له بهاء السكت عفوا أولا لبيان حركته وثانيا للحفاظ على بنيته يعني كأنه رافض أو معين لتبقى الكلمة على حالها. خلينا نسمع ماذا قال صاحب الكتاب هنا. قال في تاء التأنيث يوقف على تاء التأنيث بالتاء إن كانت متصلة بحرف كربت وثمت هذه حروف أو بفعل كقامت أو باسم وقبلها ساكن صحيح كأخت وبنت وجاز إبقاؤها وإبدالها هاء إن كان قبلها حركة نحو ثمرة أو ساكن معتل نحو صلاة ومسلمات وعرفات. يعني واضح قلنا صلاة الأكثر فيها الوقف بالهاء ويجوز الوقف بالتاء. صلاة ومسلمات وعرفات وما شبههما الأكثر فيها الوقوف بالتاء وقد يجوز الوقف عليها بإبدال تاء التأنيث هاء في الوقف فتقول مسلماه وعرفاه وأنت تريد بها الجموع هنا. آخر شيء ذكره صفحة 171 اللي هن من خصائص الوقف اجتلاب هاء السكت لآخر الكلمة ولها ثلاثة مواضع. خلينا نتكلم شوية على هاء السكت هذه وبعد تالي أن نشوف مواضعها وأحكامها. قلنا من خصائص الوقف في اللغة العرب أن تجلب أو تجتلب أو يؤتى أو تزاد هاء السكت على آخر الكلمة. وقلنا هاء السكت هي هاء ساكنة تلحق آخر الكلمة لبيان حركتها ولصيانة حركة هذه الكلمة من الحذف بمعنى أنها لا تحذف. لما تقول عي كيف تقول عي تقول اع ما تجيش طبيعي أصلا هي فهنا تستدعي استجلاب هذه الهاء لحفاظ على بنية الكلمة وعلى حركتها وصيانتها من أن تحذف ولتقوية بنية الكلمة. مواضعها الثلاثة ذكرها صاحب الكتاب خلينا نمر عليها سريعا باش من نحاول يعني ننجز الدرس اليوم. يعني فعل الأمر من اللفيف المفروق وكذلك الفعل المضارع منه. لما نقول مثلا وقع وعى خليكم معي هنا هذا لفيف مفروق يعني الحرف الصحيح التف عليه حرفان على اللام الواو تقابل الفاء والياء تقابل اللام إذن سمي لفيفا لوجود حرفي علة فيه ومفروق لأن لم يكونا مجتمعين لأن احنا عندنا مثلا روى حرف العلة فيه يعني العين ولا نعم فهنا جاء مفروقا. هنا لما نجيب الأمر منه بنقول قي والمضارع المجزوم لم يقي نجد أن الفعل هنا وهنا بقي على حرف واحد يعني هذا حرف العلة أو حرف المضارع زايد فهنا قالوا نجتلب هاء السكت فنقول قه الأمر قه والدرس لم يعه بهذه الكيفية أمر اللفيف المفروق ومضارعه نحو قه ولم يقه في قي ولم يقي
يعني حتى المضارع له حرف واحد لأن حرف المضارع غير معدود ببنية الكلمة والأمر. إذا هنا نقول قح ولم يقح. الصورة الثانية قالوا لماذا؟ قالوا هنا لماذا أتي بها؟ لجبر النقص، وإلا بقيت الكلمة على أصل واحد فضعفت. الصورة الثانية هو ما الاستفهامية، ما الاستفهامية المجرورة. كيف نقول ما؟ ماذا كتبت؟ لما ندخل عليها حرف جر نقول لما كتبت، وعما أعرضت، وفيما نظرت، ونحوها. فإنه لما يدخل عليه حرف جر كلمة ما مثلا، ما كتبت، نقول هنا لي ندير عليها حرف جر نقول لي ما، فإننا نحذف الألف منها. معلومة، علامة وإلامة وفيما وعما ونحوها، فإننا في هذه الحالة عند جرها نحذف ألفها. هنا تو علامة وإلامة هذه حتى ما زدتهاش، الهي الكلمة خيرها قاعدة قوية، لكن لما نجيل اللي بقي على حرف واحد فيما يعني أو عم أو غيرها، فإننا عند الوقف عليها وحتى إلامة وعلامة نجتلبها السكتي. قالوا لماذا؟ قالوا للحفاظ على حركتها، فنقول عمه ولمه وها في مه بهذه الكيفية. هذا الموضع الثاني اللي هو أشار له بقوله ما الاستفهامية إذا حذفت ألفها، عفوا إذا حذفت ألفها للجر نحو لمه وعمه في لما وعم. آخر شيء كل متحرك بحركة بناء أصلية اللي هو كيف مالية، سلطانية، كتابية، أو حركة بناء كيف هي، فإنه في هذه الحالة عند الوقوف عليها نقول مالية، سلطانية، كتابية، ماهية بهذه الكيفية. وقد ورد في القرآن الكريم ما أغنى عني مالية، هلك عني سلطانية، لم أدري ما كتابية في سورة القارعة، وما أدراك ما هي، كلها جاءت بيش لبيان الحركة هنا اللي هي الملازمة لآخر الكلمة. وهو أشار إليها بقوله كل متحرك بحركة بناء أصلية نحو مالية، سلطانية، وفي التنزيل فأما من أوتي كتابه بيمينه فيقول هاؤم اقرأوا كتابية، وبقي ما أغنى عني مالية، هلك عني سلطانية. هذه كلها الهاء فيها هي هاء للسكت لبيان حركة آخره، وإلى الأصل ما أغنى عني مالي، هلك عني سلطاني، هاؤم اقرأوا كتابي، هكذا الأصل، لكنها اجتلبت لها الهاء. حتى وما أدراك ما هي أصلها، وما أدراك ما هي، ثم أضيفت إليها السكت. وتأتي في مواضع كثيرة كيف الفعل اقتده يتسنه، وهذه كلها لآت فيها يعني هاء السكت، ونحن ننزل عليها في القرآن أظن في كلمة هو في عدد 5 للإشارة إلى أن هذه الهاءات هاء السكت. إذن هذا هو ملخص أحوال وصور الوقف في اللغة العربية. هناك أحكام كثيرة تفصيلية، وهناك مسائل أكثر يعني تشعبا، هذه إن شاء الله تدرسونها في المراحل العلمية المتقدمة. بهذا نكون قد أنهينا الأبواب المقررة في مادة الصرف للسنة الثالثة بثانوية العلوم الدينية أو بالثانوية الدينية. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يكتب لأبنائنا الطلاب النجاح والتوفيق، وأن أكون قد وفقت في شرح وتفصيل وبيان هذه الأبواب وما يعني تعلق بها من مسائل وأحكام، وأن يكون ما قدمناه واضحا يستفيد منه أبناؤنا الطلاب في دراستهم. وأسأل الله لهم التوفيق، وأن يجعل هذا العمل خالصا لوجهه الكريم، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يمن علينا في هذا الشهر بالقبول والغفران والعتق من النيران، والنصر على أهل البغي والعدوان، وأن يحفظ بلادنا، وأن يديم أمنها واستقرارها، وأن يوفقنا في هذه العشر للقيام وإدراك ليلة القدر، وأن يتقبل أعمالنا جميعا، وأن يمن علينا بالهدى والتوفيق والسداد والرشاد، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وفي ختام هذه الدروس أستودع الله دينكم وأماناتكم وخواتيم أعمالكم، وإلى أن ألتقيكم في برامج أخرى أسأل الله تعالى لكم التوفيق والسلامة والنجاح والتألق والتفوق، ودمتم في حفظ الله ورعايته، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.